c'est un problème de cryptage. Donc, correction, sujet 3 d'un bac pratique 2011. On se propose de crypter une phrase composée par des lettres majuscules et des espaces et se terminant par un point en utilisant le principe de cryptage suivant. C'est à quoi le chat vient de faire la kelmet cryptage معناتها. Mais cryptage, concept ظهر في الحروب. ما عرفش بالضبط وقتاش، مي ناخذ ان اكزومبل قبل في الحرب العالميه الاولى كانوا يبعثوا دي ميساج كريبتي لبعضهم. شو معناتها دي ميساج كريبتي؟ معناتها ميساجات مشفره. مثلا انا ومحمود نتفاهموا ونقول لك محمود كي باش نقول لك بي راني نقصد بها محمود اتاك. واضح؟ دونك الكلمه هذيك المتفاهم عليها انا ومحمود ما نفهمها كان انا ومحمود واللي عنده الالغوريثم دو كريبتاج. واضح؟ شنو هو الالغوريثم دو كريبتاج؟ هي الفاز لو فات اللي انا قلت له بي راهي هي ايجال محمود اتاك. داكور؟ دونك الكريبتاج سي ان كونسيبت جاي مع سيكوريتي، سيكوريتي دانفورماتيك. دونك بور سيكوريزي لي زانفورماسيون تاع العباد، دونك اون بو ليكريبتي. ليكريبتي معناتها نشفروهم. واضحه الفكره ولا مش واضحه؟ ليه؟ دونك واضح ولا مش واضح؟ واضح بس واضح. لكن نسأل جاوبوني. باهي. دونك انت يا دونك نكملوا نقراو. ليسباس اي لو بوان نو سرون با كريبتي. قال لك هنا رد بالك راهو l'espace ou le point ne seront pas cryptés. Maintenant, convertis ou hanches. On saisit deux entiers, P et Q. D'accord? On saisit deux entiers, P et Q. Avec P, من بين الاثنين والعشرة. والQ, من بين الاثنين والعشرة. هنا, automatiquement, مخي وين يمشي؟ يمشي le contrôle de saisie. Que pour le contrôle de saisie, معناتها répéter jusqu'à. B. Chaque lettre d'ordre alphabétique I sera remplacée par la lettre d'ordre alphabétique J avec J est égal P fois I plus Q mode 26 plus 1. Voilà. Donc, quelle lettre à part l'espace ou le point, convertir ou n'aouadha bêche. نعوضها بجي ساشون كو جي نتاعي اللي هي شنو قال لك يعني شاك لتر دوردر الفابيتيك اي سرا رومبلاسي بار لا لتر دوردر الفابيتيك جي معناتها انا سوبوزون عندي لهنا ا باش نعوضها بالاوردر الفابيتيك دوردر جي ما عرفش كان فهمتوني ولا لا سي مسيش تعاود لي جي عاود لي برافو ليه تنعاود من الاول ركزوا معايا سي ان بو كريتيك لو بروبليم هذا دونك نحبكم تركزوا معايا باهي دونك اون سو بروبوز ديكريبتي اون فراز كلمة كريبتاج يظهر لي كنت نفسر فيها هكا ولا باهي نعاود كل شيء اللي عاود ما كنتش موجود باهي باش نعاود كل شيء من الاول هاي سيدي نسيب ليه بعث هذايا في الجروب باش نبعث لكم البي دي اف ديجا دونك شو استباني بي On commence. Donc, on se propose de crypter une phrase composée par des lettres majuscules et des espaces et se terminant par un point en utilisant le principe de cryptage suivant. كلمة كريبتاج معناها تشفير. شو معناها تشفير؟ مثلا أنا نتفاهم أنا ومحمود ونقول له محمود ماني كي نقول لك كلمة أ بي معناتها راه نقول لك محمود أتاك. داكوغ؟ هذا إيش معناتها الكونسيبت دو كريبتاج؟ معناتها الألغوريتم ما نفهمه كان أنا ومحمود. داكوغ؟ باهي ظهرت حكاية الكريبتاج هذايا
ما نعرفش بالضبط وقتاش، مي ظهرت واستعملت برشا في الحروب، في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، واضح؟ دونك اون فيت زدت شهرت برشا وانتشرت برشا حكاية الكريبتاج بور ان ريزون معروف على الاخر وكبير على الاخر، هو ريزون دو سيكوريتي، داكور، سيكوريتي دي لانفورماسيون. مثلا تعمل ان مود باس، المود باس نتاعك هذا كي تمشي تنريجستري في الباز دو دوني، تمشي تنريجستري كريبتي، باش وقت اللي هو قاعد يصير لونفوا بتاعك الميساج هذاك من البي سي بتاعك انت للسيرفر داتا بيس، يصير له كريبتاج ام دي 5 ولا نامبورت كيل كريبتاج، الجوريثم دو كريبتاج، داكور. دونك نحن لهنا اون فا كريي نوتر بروبر الجوريثم دو كريبتاج، واضح؟ كل الجوريثم دو كريبتاج il se base على دي كونسيبت كون دوا لي سويفر. علاش؟ على خاطر كل الجوريثم عنده كريبتاج راهو عنده ديكريبتاج نتاعو، معناتها كي مثلا نكتب اون فا ريوسيغ او باك، راهي الكلمه اللي كريبتي اللي باش تخرج لنا هذه الكلمه اللي باش ندخلوها، وهذه الكلمه اللي كريبتي اللي باش تخرج المشفره، واضح؟ دونك احنا اون فا ايسيي دو ديفلوبي ان الجوريثم كي فا نو بيرميتر دو كريبتي ان une chaîne de caractères bien déterminée, une chaîne de caractères saisie. Selon quoi, en se basant sur quoi, on peut créer cet algorithme en se basant à ces trois principaux points. Voilà. Mais, donc, je parle de l'année. La première étape, je vais tout ce qui est espace ou tout ce qui est point. داكوغ، معناتها مانيش باش نبدلهم، نلقى اسباس ونلقى بوا، راني مانيش باش نبدلهم. قالك اون سيزي دو زونتي اي و كي، ندخل تي و كي افيك التي نتاعي ما بين الاثنين والعشرة، والكي نتاعي ما بين الاثنين والعشرة. شاك لتر دوردر الفابيتيك اي سورا رومبلاسي بار لا لتر دوردر الفابيتيك J avec J MTI est égal à I fois I plus Q mod 26 plus 1. L'I MTI est né, il est chenou. L'I MTI c'est quoi? L'I MTI est né, il est l'ordre alphabétique à lettre MTI. Voilà. Maintenant, on dit A. عندي الأ، الأوردر الألفابيتيك نتاعها اللي هو شنو؟ أوردر ألفابيتيك اللي هو شنو؟ اللي هو أ، الأوردر الألفابيتيك إتيكال أ، داكوغ؟ والزيد الأوردر الألفابيتيك نتاعها إتيكال 26، والبي الأوردر الألفابيتيك نتاعها إيكال 2. عطاك تبلو لهنا باش يفسر لك الكلمة نتاع الأوردر الألفابيتيك على خاطرها كلمة مهمة ياسر. عطاك اكزامبل، قال لك الليتر هذايا اللي هي ا لوردر الفابيتيك نتاعها ا، دي لوردر الفابيتيك نتاعها كي، دوبل في لوردر الفابيتيك نتاعها 23. دونك الاي نتاعي سي كوا؟ هي واحده من هذوما الكل، داكوغ، اللي هي كي فا تيتر اسيني بار لوردر الفابيتيك نتاع نامبورت كيل كاركتير، داكوغ. بي لك الاي هذايا sera remplacé par la lettre d'ordre alphabétique J. Je connais les buts, ça va être remplacé. Prenons un exemple l'année. N'est-ce que vous avez dit, il y a l'O-N-T-A-N. L'O-N-T-A-N, l'ordre alphabétique, il y a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. ليه قديه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 اللي هو الاوردر الفابيتيك نتاع شكون؟ نتاع الاو نتاعنا. هاو عطاك اكزومبل هنا، هاو عطاك او لهنا، الاوردر الفابيتيك نتاعو اللي هو 15، داكوغ. دونك شقال؟ قال لك 15 ال سغا رومبلاسي la lettre d'ordre alphabétique J. Rita l'O هذايا
باش تتبدل لوتر كاركتير لوردر الفابيتيك نتاعو باش يكون جي. الجي نتاعي كيفاش كالكولي؟ كالكولي اون سو بازون على الفورمول نتاعي اللي هي هذي. الفورمول نتاعي هذي اللي هي شنو؟ اللي هي 3 فوا 15 بلس 4. 3 منين جاتني؟ 3 نتاعي اللي هي البي. هاي البي نتاعي. ال 15 منين جات؟ ال 15 نتاعي اللي هي الاي نتاعي. الاي اللي هي هذي. بلس Q. الQ نتاعي سي كوا؟ الQ نتاعي اللي هي 4. دونك اون ا فوا فوا 15 بلس 4. مود 26 بلس 1. 26 بلس 1. هذيك ما تبدلش. دونك جيت 24. دونك جي نتاعي في الكا هذا ايكال 24. 24 اللي هي شكون؟ اللي هي الاوردر الفابيتيك نتاع الاكس. معناتها الـ O نتاعي باش نبدلها باش بالـ X. هاكا الـ O نتاعي تبدلت بشكون؟ تبدلت بالـ X. دونك ناخذ إكزومبل آخر نتاع الـ N. الـ N نتاعي إي دوغدر ألفابيتيك إي إيكالا 14. إي سرا رومبلاسي باغ لا لتر دوغدر ألفابيتيك جي. جي نتاعي في الكا هذايا اللي هي 21. أون سو بازون على الفورمول هذايا. قالك qui est la lettre U. Donc, l'N MTI, ça va être remplacé par U. Ça va demander, il nous a demandé de écrire un programme Pascal intitulé Codage qui permet de saisir une phrase en respectant les contraintes citées ci-dessus. Donc, les contraintes internes qu'on doit les respecter. De saisir deux entiers et ou le Q compris entre 2 et 10 et d'afficher son code selon le principe décrit précédemment. Ce principe est l'exemple Hedey ou le Aoun Nabi Lahne. Est-ce qu'on a compris bien le sujet ou elle est? Donc, il m'a dit un problème, je dois suivre trois étapes. L'étape de l'année comprendre bien le sujet, il ne faut pas oublier ces étapes. Sujet. L'étape numéro 2, c'est quoi? C'est penser un peu les techniques et du pré-analyse. Donc, penser un peu les techniques et du pré-analyse. L'étape, l'écranaya, elle est implémentation. Maanatha, nabdan kodi. Qbal man mal sou nabdan kodi, zuni nefham le problème. Donc, normalement, nesekol, on a bien compris sujet interne. Wadah, sujet interne. Haka wale? Monsieur, sujet FM, to wadah. Amal P, wil Q, alish fil. Maanaya, waktish narfu. Kifib shlikhtaroh, mishin ikhtaroh, bedabt, rakm tiyah. هو خسره لي بين الدو والديس. دونك البي والكيو لوجيكمون شنو باش يكونوا؟ باش يكونوا دو زونتيي سيزي بار ليتيليزاتور. ليتيليزاتور كي فا سيزير اي كي فا دوني البي والكيو نتاعي. سي كوا سو كيستيون؟ ما هو يبدلوا في النتيجه من بعد. اي البي والكيو نتاعي سو دو فاريابل دو زوبجي هكا ولا دونك البي والكيو نتاعي باش يكونوا دوني. الفاز دو دوني هكا ولا اي مسير في بالي ماني باش نبدل مثال البي والكو المثال في الاكزامبل لو نحط البي كما هو عطى 3 وكات الاو باش تعطينا عدد كان باش نبدلوه ما يتبدل العدد هذاك باش تولي تعطينا حرف اخر اي سي 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 سا سي سا لو كونسيبت دو كريبتاج سولون البي والكو باش نكريبتيو معناها يلزم كما انت حكيت من الاول يلزم الزوز يتفاهموا على البي والكيو هذوكم بالضبط اي بيان سور معناها انا وياك تحب نحكيو بين لونجاج نفهموها انا وياك دونك لازمنا نتفاهموا على البي والكيو قول لك يا راهو يا ايوب راك البي انا باش نعطيها 3 والكيو باش نعطيها 4 وباش نعطيك الفورمول نتاع الجي واضح اللي هي هذيك اللي عملها لك بالاصفر اللي هي 3 فوا كذا وكذا
voilà. اي فهمت انديريكت سايس وقتها باش تنجم ديكريبتي الميساج اللي انا عامله. واضحه؟ دونك اي سولون واضح البي والكيو، سولون البي والكيو on aura un message bien déterminé qu'on va l'afficher, le message crypté. اي مسيو توكي باش يجيني ميساج كريبتي مش يلزمني نعاود نرجعه معناها عادي باش نجم نفهمه Bien sûr, كيف décryptage. باش نفس كل شيء نعاوده زاده Bien, ولا العكس، بالعكس العكس. نعمل بالعكس بالضبط شيء من الأسندون للديسندون، بعد الديسندون للأسندون. واضح؟ اي واضح دونك انت هنا سونسي جوست باش تكري حاجه مشفره وكهو، ما تخممش ولي من بعده. داكوغ؟ اذا اي كان سي تحب، اذا كان تحب نخدمه السيونس الجايه انا الجوريتم زاده باش نخدمه نحنا وحدنا، اللي هو باش يعمل الديكريبتاج، نطلع نعمله ديكريبتاج ما يقلقنيش. داكوغ؟ ديمو سي هذيك هاكا دفوار معناها ولا فهمت شنو؟ اي هذا سي ان باك براتيك 2011. باك براتيك باسكال هذا أجمع التكنيك اي باك سيونتيفيك. قد عندنا وقت مسيو باش نخدموه هذا كله ساعة من زمان. كيف باش نتعاملوا معاه في ساعة ونص مسيو؟ انا قاعدين نتعلموا تو كيفاش نتعاملوا معاه تو انا شنو قاعد نعمل؟ قاعد نقراكم في البروبليم هكا ولي فهمنا السوجي ولا ما فهمناش؟ المشكلة كي تبدا وحدك هي ماكش تفهم لا لا شوف شوف راك اذا كان انت باش تركبها الروح شنو الحاجه باش تخليك ماكش باش تفهم ماما تفهم فرنسي ولا لا؟ لازم تفهم فرنسي، لازم تحسن روحك الفرنسي، حتى كان ما فهمتش الفرنسي تمشي تغزل ليكزومبل. واضح؟ تغزل ليكزومبل وتحاول تفهم ليكزومبل اش عمل. داكوردو المفيد ما يلزمكش تحصل ما يلزمكش تقف يلزمك تفهم السوجي بالباهي. فهمنا السوجي بالباهي فهمنا البزوا نتاعنا بالباهي او باس بور لا دوزيام ايتاب. داكور دونك ليتاب نيميرو 2 اللي هي شنو هي راهو سي نورمال يا جماعه انتم تحسوا خاطر انا تو قويت في الريتم خدمنا تو نخدموا في باك واضح ومازالت برشا خدمه اخرى مازالت برشا حاجات اخرين يستناو فينا. داكوغ دونك الدوام يوقب الرخام من الاخر راهو المخ سو ديفلوب مع الخدمه. دونك نحنا بشوي بشوي قاعدين نحسنوا في رواحنا هكا ولا مش كيما اول ما بدينا مش كيما تو. ومن بعد تو بعد شهر اخر خدمه ولا ما نعرفش قد ايه ثلاثه جمعات اخرين خدمه تو تولي تحس روحك اللي البروبليم هذا حكايته فارغه على خاطر باش نخدموا حاجات اخرى ما اكس حاجات اخرى ما اصعب. داكوغ ومسيو عاود كل سيونس بعث لنا الخدمه اللي باش نخدموها الجمعه اللي بعد. بون سي تحبوا يا با سوسي. داكوغ تروح لنا بعد داكوغ تروح نكلم الاداره ونقول لها بعد ان شاء الله. بي اون باس دونك قال هنا Donc, l'étape numéro 2, les penser un peu les techniques de pré-analyse. Pour qu'on puisse penser un peu les techniques de pré-analyse, on doit découper l'étape en trois sous-étapes. Il y a les données. Il y a les données. Il y a les traitements. Il y a les résultats. D'accord? Donc, données. اللي هي شنو عندي ال بي والكيو وشنو اخر الدوني يا جماعه فخاز انا اي وجي صحيت الفخاز نتاعي اللي هي بي صحيت يوسف بي دونك بي والكيو نتاعي والبي هاش نتاعي اللي هي الفخاز عندي كنترول ديسيزي على بي والكيو اللي هي لازم تكون اونتر دو جو دي داكور عادي كنترول دي سي زي على البي اتش انا افكر لي عندي لا صحيح ما عنديش ان كنترول دي سي زي على البي اتش تاعي دونك اتعداو اللي بعد
في التريتمون نبدا نخمم بشويه بشويه كيفاش باش تتم العمليه هذه وشنو باش نستحق وشنو باش شنو الباز بتاع الالجوريتم بتاعي لهنا. ب هاي يا سيدي كيفاش باش نبداو نخدمو منين باش نبداك يا الحمل وراك الدنيا مجهمة علينا ومانيش فاهمين حتى شيء ولازمنا نبداو نركزو ونحاولو نستعملو تكنيك اللي تعلمناه الكل ومعون الخدمة بتاعنا من بوك البول الريبيتي اللي تي في الفازات بتاعنا الكل اللي فونكسيون اللي بروسيدور بري ديفيني بور كون بويس ريزولدر سو بروبليم. انا كتلميذ اول حاجة نعملها اللي هي شنو في التريتمون ريبيتي علاش على خاطر عندنا البي والكيو لازم نحسبهم بين دو وليس. باهي انا قلت في التريتمون ما قلتش في الدوني دوني متفاهمين عليها هذاك جاونا باهي اون فا كونترولي السيزين تاع البي والكيو لازم نكون نحصلوها ما بين دو وديس اوكي مي اللي بعد في التريتمون طبعا. بوكل بور يقولوا اكرير ولير راهو هذاك تابع الدوني واضح دونك ما يلزمكش تقول لي اكرير ولير كي تقول لي بوكل بور نقول لك يعطيك الصح علاش خممت في بوكل بور مات خاطر فما في الفخاز باش ناخذ نشوفه بالحرف بالحرف صحيت على خاطر مهدي قاعد يتبع صحيت على خاطر عندنا ان باركور الاخر للفراز نتاعنا دونك باش نباركوري الفراز نتاعنا دونك انت كي تكتب بوك البور تاخذ نقط واضح باه شنو هو باش يصير في وسط البوك البور تو هذا السؤال اللي تسال ما هو نحن اشاك فوا شنو باش نعمل باش نكريبتيو شكون باش نكريبتيو هكا الكاركتير اللي باش نبيكيو عليه هكا ولا كيما الاو الاو هذيك الكاركتير اللي هي بي اتش 2 1 باش ناخذوها ونحولوها لشكون للاكس واضح العمليه هذه قداش باش تتعاود من مره لونغ دي سي هاش تاع الفراز صحيح لونغ بي هاش فور معناتها على قد ما عندي كاركتير على قد ما نكريبتي هكا لي كاركتير هذاك ب مي لي كونديسيون اللي هي ناهي صحيح الاسباس والبوام سي الاسباس والبوام نحسبهمش من الكريبت ما يتكريبت جود جوب جريت جوب بي بربي باش نرجع بكم للدوني تريت بحاجة صغرونا على الاخ قال لي هو لهنا على البي هاش قال لي البي هاش راه يلزمها توفى ببوا هكا ولا لهنا سو تيرمين بون سو تيرمينون باغ ان بوان en utilisant le principe suivant. Donc, un air, quand le pH est un air, il est un peu point. Voilà. Voilà, le pH est un air, il est un air, il y a un contrôle de saisie. D'accord? Voilà, on est. Bien. Nous allons voir نعاودو نغرقو مع البروبليم نتاعنا وفي التريتمون نتاعنا نعاودو سي مهدي قلنا شنو الفكره وشنو باش نعملو يا مهدي عاود لنا وشنو لي كونديسيون نتاعنا ونحاولو كيفاش نتاك تكون هاي منين نبدا انت ابدا من التريتمون من الاول عاود التريتمون من الاول باش نعملو ريبيتي باش ندخلو البي والكو مهدي مهدي التريتمون مهدي كي نقول لك التريتمون ما تخممنيش في الدوني يا عايش الدوني البي والكيو والبي هاش هاي نعملو بوك البور باش نباركوريو البي هاش باهي كي تقول حاجة قول ديما علاش باش الناس الكل تفهم باش كل حرف نتعديوه نجم نكريبتيوه سواء في السباس والبوان باهي علاش خممت في البوك البور ما خممتش في أي بوك الأخرى على خاطر البوك البور يعمل يعمل باركور نتاع الحاجة الكل معناها صحيح وين قداش من مرة باش نعاودو التريتمون تاعي لا في بي اتش وشنيا هو التريتمون تاعي
يسرى ترى هتكلم يسرى شنو هو التريتمون بتاعي؟ كجي هذيك جي روسوا بي فوا اي بي مود 26 بلس 1 غلط مش كان هذاك كهو التريتمون بتاعي بكله صحيح هذيك بارتي من التريتمون بتاعي يعطيك الصحة أما مش هذاك الأوبجيكتيف بتاعي شنو هو الأوبجيكتيف بتاعي يا جماعة؟ أشاك فوا شنو باش نعمل؟ محمود امشي تكلم محمود عنده كريبتاج للفراغ صحيح à chaque fois j'ai envie de crypter le caractère th de i مره باش يكون o مره باش يكون n ومره باش يكون v ومره باش يكون a مهدي قبيله اش قلت لي انت اسكو لي كاركتير الكل باش نكريبتيوهم نحنا لي الاسباس والبوان لي صحيح دونك عندي كونديسيون لهنا مش لي كاركتير الكل باش نكريبتيهم راهو عندي دي كاركتير يلي ما يلزمنيش نخمم فيهم اصلا باش نكريبتيهم اللي هما شكون ليسباس والبوان دونك لهنا عندي ان تيست كي نقول تيست اش معناتها صحيح معناتها نقول صحيح بدون نقول اذا كان البي اتش دو اي نتاعي ديفيرون دو اسباس اي ديف اي بي اتش دو اي نتاعي ديفيرون دو بوان وقتها ندخل باش نكريبت معناتها متفاهمين لهنا اللي عندي بوك البور ديريكتومون تحتها سي هكا ولا ايه دونك شنو باش نعمل في وسط السي هذيك اذا كان ديفيرون للاسباس وديفيرون للبوان شنو باش نعمل باش نعمل الكريبتاج نتاعي فاسيلمون ايه صحيح وكيفاش باش يتم الكريبتاج هذا على شنو يتقسم مراحل الكريبتاج على الباركور بتاعي يلزمني نطلع على الاي او الجي سامحني اول حاجه هكا ولا ايوا جي نطلعها بالبي والكي صحيح الجي نتاعي القاعده نتاعها اللي هي بي فوا ما عرفش قداش بي فوا اي بلس كيو فوا اي بلس كيو مود 26 بلس 1 يظهر لي اي مود 26 بلس 1 هذا هي الجي الجي اللي هي شنو اللي هي لوردر جديد صحيح لوردر جديد نوفو كاركتير كي فا روبلاسي شكون الكاركتير القديم صحيح كاركتير القديم اللي هو دوردر بي كاركتير دوردر اي 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 بي مش تدو اي واضح دوردر اي داكوردو باهي سيدي سؤال باش نساله لكم اسكو نعرف انا الاوردر نتاع الاي شنو هو كيفاش نطلعو الاي نتاعي كيفاش نديترمينيه سولون الاوردر الفابيتيك اللي عندنا باهي يا جود جوب فاطمه سولون الاوردر الفابيتيك نتاع الكاركتير اللي عندنا سا سي فغي جو سوي بور مي كيفاش باش نطلعو هكا الاوردر الفابيتيك اللي عندنا مثلا انا عندي فاش باش نطلع موان 64 نعم بو زينك شكون اللي قال هذا متهني بيك يا مهدي الارض نتاع الاخر تريت الفازه كلها في 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 الباك كامله فازه لهنا الارض نتاع الا موان 64 كانت نجم تفهمنا سي مهدي معيط لك سي مهدي اي علاش هكا خاطر الارد ا تعطينا الكود اسكي نتاع ال ا و وال هي ال ال ا فيها قلت ال ا اول حرف الكود اسكي نتاع ال ا مسي قديش 65 دونك احنا نحيو 64 على خاطر باش ما يدينيش ال ا تقل لزيرو هي واضح دونك لوردر نتاع الا ماجيسكول اللي هو
Et là, je n'attique un contre-exemple. Qui n'attique A minuscule. Vous la ramenez là, l'ordre de PH. هذا الامر مجوز قبل صحيت معتز صحيت النقص معتز معتز ميسيش معتز ميسيش صحيت ايوب ولا نعملوا مو 97 لا هكاك لا هكاك هكاك علاش ولي لي سي اذا كان ماجسكول الوغ راني باش نعمل مو 40 جاي خدوا مساك باش نحل 64 باش تجي باش تجي ما نعرفش قداش قداش هي الار صغيره نعمل هنا في وسط هذه تواليلي مش تواليلي دي ماجسكو ونعمل أورد متاحة موا 64 مش يعطيني قد دي A B C D اللي هو أربعة دونك الكود سكيم تاع دي ماجسكو اللي هو قد ديش 69 هكا ولي 68 هكا ولي لحظة الآ بتاعي اللي هي آ ماجسكيول 69 بس دونك لهنا 69 ب دونك الأورد بتاع آ ب سي دي دونك هنا 2 لهنا 3 ولهنا 4 كي نطحوا هذه لهذه قد ايه 69 هذه ديك ربي يمشي 68 68 68 خاطرني A اللي هي 65 B اللي هي 66 C اللي هي 67 و D اللي هي 68 داكوغ دونك 68 إلى 64 باش يعطيني 4 4 نتاعي اللي هي الإي نتاعي اللي هي الأوردر الفابيتيك نتاع شكون نتاع الدي داكوغ ولكن باش نخدم بلو جينيرال شنو باش نعمل شنو نقول الماجوس الاي نتاعي هي شكون هي الارض نتاع الماجوس نتاع شكون نتاع البي هاش دو اي واضح موا 64 هذايا طلع لي الارض نتاع الارض الالفابيتيك راكم انتم ما طلعتوا هنا ما قلت شيء بليك عرفتها مات أورد الألفابيتيك يذكر من وراء المهم كيف تقول أحد من واحدة كيف الألفابيتيك دود الألفابيتيك بتاع الكاركتير بتاعي أنسيان كاركتير داكور والجي بتاعي اللي هي شنو سلو القاعدة اللي عطاها لي اللي هو هكا ولا القاعدة بتاعي اللي هي I fois I plus Q et fois I plus Q mode 26 plus 1. Redis notre jali. Très jali. L'ordre alphabétique devant nouveau caractère. واضح داكوردو وكي نحب كي نحب انا هو ما هذا باش يرجع لي مثلا 26 باه يرجع لي 24 مثلا نحب انا نكونفرتيه الكاركتير شنو نعمل يا مهدي ما هذا رجع لي 24 دونك شنو نعمل سي اش ار تاع شنو تاع جي بلس 64 صحيت هاي الكمالة تاع مهدي بلس 64 صحيت يوسف
D'accord ou les supposons qu'on puisse résoudre le problème interne ou n'achète le cryptage interne. Voilà, c'est la chose importante. هو عاونك وعطاك حاجة هذي داكور ونحن طلعنا الزوز هذو داكور دو طوى يا جماعة التريتمون تيعنا كمل نحن طوى مقبلة قاعدين نفسره في الفاز دو اللي هو التريتمون تيعنا داكور دوك لتاب نميرو دو يقعد نقصها الريزولتا الريزولتا تيعيش نوى يا جماعة صحيح الثاني كريبتي الثاني كريبتي انا مش نسميها بي هاش كريبت داكور دونك لوبجيكتيف سي كوا سي دافيشي سي هاش كريبت نتاعي داكور J'espère que vous avez bien compris Nesekol, le traitement interne. Est-ce qu'on a compris Nesekol, le traitement ou pas? Oui, oui, monsieur. D'accord. Donc, madame, on a bien compris le traitement. On doit implémenter, commencer de faire notre implémentation. Monsieur. Ça marche, les bras bilard. وريت لي تروا ريت لي زيتاب هذوما الكل الثلاثه زوز الاولى راك مع الوقت تولي تخمم فيهم امبليسيتمون تولي تخمم بطريقه من غير ما تكسر راسك برشا تولي وحدك تعرف كيفاش تخدم لي بروبليم معناتها كي نخدموا برشا اون بو تخو معناتها سولفي سو بروبليم داكوغ قول لي شكون يحب يتكلم مسيو كان الاخرانيه كعملنا جي بلوس 64 مساش تفسري لي بيان سور بيان سور يسرى انت باش تفسرها انا مانيش باش نفسرها انت فكرتك هذا مش فكرتي انا يسرى اي عمر يا نورمالمون هو الاوردر الفابيتيك الاولاني حسب معناها القاعده الاولانيه باش نتحصلوا عليه نعملوا مثال الكود اسكي هذاك نقصوا منه 64 باش نتحصلوا عليه وتوا كي باش نعاودوا يعني نرجعوا الكود اسكي جديد نحن عندنا الاوردر الفابيتيك جديد باش نتحصلوا على الكود اسكي نوليو نزيدوا 64 معناها تعمل خدمه عكسيه للي كنت تخدم فيه قبل فهمت لا تو دي لا بيان اكسبليكي ميرسي يوسف بي ميرسي دونك اون كومونس دابليمونتي نوتر بروبليم ما تقولش باك معناتها راك سوحي وحجر ومش نورمال شوف الباك شو يصير بالضبط يعطيك سوجي طويل على قد ما يطول السوجي على قد ما يسهل لك وقاعد يبسط لك ليك انت دونك خذ وقتك بالكبير باش تخدم البروبليم هذا توا نحن عندنا بالضبط 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 35 دقيقة في دو زيتاب اللي هي كومبخوندر بيان سوجي و بونسي ان بيري تكنيك دو بري اناليز واضح اخر ايتاب اللي هي امبليمونتاسيون ماهيش باش تاخذ لنا 10 مينوت ولهنا نرجعوا للمقوله الشهيره تاع اينشتاين قال if you give me 1 hour to save the world I'm gonna spend 55 minutes thinking to solve the problem and I'm gonna implement it in 5 minutes اوكي 5 دقائق يكفيوك باش تحل البروبليم باش تكتب البروبليم نتاعك اما الصحيح اعطيني مخك واعطيني الباجاج اللي عندك كيفاش باش نجم تخمم تخلط اون سوليسيون بور كو تو بويس ريزولدر سو جون دي بروبليم داكور دونك زيرو نبداو اول حاجه ديبي اللي هو باك 2011 براتيك بلا احنا باش نخدموا الالغوريثم ماشي مش عطانا باش نسميوه عطانا اسم باش نسميوه اي صحيت تي بون رمارك اللي نوزا دي لهنا نسميه كوداج انا نسميه كوداج اما انا حبيت نسميه باك هكاكا باش نحسسكم اللي انتوما في نيفو باهي وقاعدين تخدموا في باك مريقل
تسميه كوداج لو في الباك الكبيرة يلزمك تسميه كوداج داكور بريغل دونك شنو أول حاجة نعملوها سولو الديمارش اللي عمل ليه لهنا أول إتاب نعملوها شنو بي والكي avec le contrôle décisif ou le pH avec le contrôle décisif. Vas-y. Mais je suis même pas très rapidement. Mais c'est qu'on a la fois, madame, qu'est-ce qu'il y a de faire? Répéter, écrire, Q égale, lire, Q. Écrire, P égale, lire, P. Et donc, les voilà. Jusqu'à ce que je ne sais pas. Jusqu'à que bin 2 ou 10, vous le payez bin 2 ou 10. Yani, dans l'intervalle de 10, ou alors nous allons dire akbar min 2 ou asghar min 10. Ben, tu te dis le que min bin 2 ou 10, ou, tu ou, haka ou le. Le, je te dis e, mais ou. Le, comment tu dis ou, madame, tu dis ou, ou le bin bin kada ou kada, mais ou, d'accord? Donc, اللي نقولوها نحن بلغتنا درجة و هذيك اللي باش تربط من بين حاجة وهذه هذه اللي هي تخمم بها امبليسيتمون اللي هي الاي داكوغ دونك اي دون دو و ديس اذا كاين واحدة منها ماهيش صحيحة دونك راني باش نقعد نعاود البوكلة نتاعي الحاجة الثالثة اللي هي شنو ريبيتي اخرى اللي يلزم السياش البيهاش نتاعي تكون شبيهة دي لتر ماجسكول لا ما قاليش هكذا قالي البيهاش يلزمها توفى توفى ببوان دونك معنى توفى ببوان معناتها اخر كاركتير يلزم يكون بوان معناتها بيهاش دو لونغ بيهاش إيجال بوا واضحة هذه ولا واضحة تم واحد مش فاهم الحكاية هذه ولا خلونا اكزامبل بي هاش إيجال إلياس بوا لوغ بتاع البي هاش قد ايه 1 2 3 4 5 6 دونك بي هاش دو طولها اللي هي 6 إيجال بوا يلزمها تكون هكاك اذا كان ماهيش هكاك راهو باش يقعد يعاود داكوغ اسكو الناس الكل متفاهمين في البوا هذا ولا اي قول لي اي سيتو هي لان بي هاز مثلا غادي في الياس هي خمسة احنا باش نزيدوها البوا هاكا فما بوا هون يعني اي ما احنا باش نزيدوها البوا بعد نحن شنو قلنا نحن ما قلناش باش نزيدوها بوان احنا باش نكونتروليو السيزي معناتها باش نفرضوا فهمت بون سي تحب هكاك راه ما يقلقش نجمو ندخلوا اي سي هاش ونزيدوها في الاخر بوان اذا كان اللوجيك نتاعك صحيح راه زيدوها بالعكس اللوجيك نتاعك خير بقل بوكل داكوغ ينجم يدخل هو سي البي هاش نتاعو كيما يحب وانا نجي في الاخر نزيدو بوان بالكونكاتيناسيون ما يقلقش دونك سي اون بون ايدي ما بول جوب بي دونك حالة معاك بعد اليوم باي دونك شنو باش نعملوا يا سي مهدي عاد الناس كنت عايشة سي مهدي اليوم ها حتى واحد عايشة مهدي اسمه يا جماعة سي سي مهدي بالحق ما هذه ليه والله ليه مسيو ما جيتيش من خلص مني مانيش تكيل الدرجة والله
Donc, la première étape du traitement, je vais vous dire, c'est ce que je vais vous dire. Après, on va mettre la chaîne et on va mettre le P ou le Q. Je vais mettre le boucle pour, je vais vous dire, le boucle pour, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je ثلاثة حاجات المهمة متاعي اللي هما شنو اللي خرجنا بهم كنتيجة في التريتمون متاعنا اللي هي الأورد متاعي اللي هي إي هذي والجي متاعي هي هذي والسي إتش متاعي اللي أنا باش نرجعها بالفازة هذي والسي قلنا الريزلتا متاعنا سي كوا الريزلتا متاعنا اللي هي بي إتش كريبت هكا ولا دونك بي إتش كريبت هي الريزلتا متاعي أي جون إنيسياليزيوها من اللون بالفيت هي ريزلتا نتاعنا خاطر فيها كريبت باش نحط فيها شين فيت من بعد باش ندخل بالبوكل بور كيما قلتو انتوما اي دو ا شكون؟ الونغ بي هاش بي هاش الونغ بي هاش فيغ شنو باش نعمل؟ سي هاي امشي ديفيرون دو اسباس و شنو هي الاخرى اذا كان بي هاش دو اي ام تي اي ديفيرون دو لسباس اي البي هاش دو اي ام تي اي ديفيرون دو بوان الوغ شنو باش نعمل ندخلوا جي نكتبوا جديد ندخلوا جي وندخلوا الاي وبعديك نزيدوا نكونكاتينيو البي هاش نعبيو البي هاش داكوغ دونك الاي نتاعي تفهمنا فيها قلنا اللي هي شنو هو والجي نتاعي تفهمنا فيها قلنا اللي الاي نتاعنا اللي هي الارض نتاع الماجوس نتاع البي هاش دو اي موان 64 هكا ولا علاش بديت بالاي وما جبتش بالجي خاطر الاي هو الكاركتر القديم نتاعك اللي باش تحاولو على خاطر الاي ديجا باش تعيط لها الجي باش تستحق في الجي داكوغ تو سامبلومون بسي ديفيرونس كيف نكتبوها في ال في باسكال اكبر وسط اكبر وسط لا في باسكال هذي في باسكال نكتبها كي اصغر واكبر باش نبدا بعض بي كيف نعمل انيسياليزيسيون الاي والجي ما سامحني هو هذا ما لا لا ديجا باش تني سالي زام هوني انت الارض نتاع الماجوس نتاع البي هاش دو اي هذايا كله موا قدي 64 صحيح وقعدة نتاعي الاخرى شنو تقول بي fois i plus q mode 26 plus 1 et des radars impériaux. Voilà, Adil P. Adil P. Il y a la dame la 6 i. Adil I. Adil I. Adil Q. Adil I. Adil Q. JMT a été ou elle est Adil A. Adil B. JMT a été ou elle est Adil A. JMT a été. Et à l'ordre alphabétique de mon nouveau caractère. Haka wale. Oui. D'accord. Donc, je dois convertir le CHR. Mais je n'ai pas de l'ordre. Dès qu'on dit le 64, il y a un autre qui est le BDMTI. Un autre qui est le BDMTI, il y a un 64. Je dis G. Donc, je traduis le CHR MTI. Voilà. Il y a un G MTI, il y a un autre qui est le سي اشير نتاع 65 اللي هو ا ماجيسكو اذا كان 24 سي اشير نتاعي راهو شكون؟ باش يكون ايكغريك ايكغريك دبليو ايكغريك زد دبليو راه باش يكون دبليو داكوغ اي دونك اللي كان هنا شنو باش نعملو؟ نحط البي هاش كريبت نتاعي باش نحط فيها البي هاش كريبت عبارة باش نعمل صوم لهنا اللي هي الكونكاتيناسيون بلوس شكون
CHR AJ plus 64. Voilà. Tu fais mon frère ou elle est? Oui. Ben, oui, c'est ça. Il y a pH de INTI égale à espace ou elle égale à pH, non, je n'aime. Tu nous dis qui me roule le pH script INTI. Donc, pH script reçoit. Mais je n'ai pas dit que c'est l'algorithme de cryptage. D'accord. إذا كان pH de IMTI est différent de l'espace, différent de point, je ne sais pas ce que je vais faire. إذا كان différent, différent de. Je ne sais pas ce que je vais faire. إذا كان différent, je vais نتعدى على algorithme de cryptage, نكريبتي ونجوتي. واضح. إذا كان توا إيجالا إسباس وإلا إيجالا بوان شنو باش نعمل؟ باش نخليه صحيح باش نجم فيه كيما هو شكون كيما هو؟ البياج دو إن تي أي هو بيدو نحطو هنا أي بريك تو وفيه التريتمون تي أي شباب تو باش نفيشي دونك شكونو إكخيغ La chaîne. Que? Oui. Ben, monsieur, tu as fait le boucle ici, d'accord. On dit juste pH, hein? pH script. Ben, mathalan, en l'espace, j'ai une poste de kelma. Hein? On a converti la partie l'oula, l'espace. Bah, j'ai une espace. On a l'espace, tu as. خاطر مسيو هي من الاول ديجا بي اش كريبت حاطينها فيد اي فهمتني شنو نقصد مسيو ولا لا ما قلنا مش تبركولي بالكابا بالكابا كل كابا تلقاه باش تبدل اذا لقات حرف راهي باش تبدل بي اش كريبت تبدل هي 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 كيما الباركور اي فهمت توا يا جماعه توا باش نعملوا حاجه اسمها اكزيكيسيون على ما باش ناخذوا شين نسميوها الي اس فما إسباس لا بي دي يلزمك ما تدري بوا داكوغ دونك شنو باش نعملو حسيت روحي ما سمعتكش شنو باش نعملو لهنا الأو تاعي يعني باش ناخذها هايك اللي هي شكون اللي هي ال بي هاش دو إي وقت اللي الإي نتاعي إيكالا أ اش معناتها الإي نتاعي إيكالا أ معناتها أول هابطة في البوكل باش نجي شنو باش نقول اسكو البي اتش دو اي نتاعي ديفيرون دو اسباس ايه ديفيرون دو اسباس اي البي اتش دو اي نتاعي ديفيرون دو بوان ايه ديفيرون دو بوان دونك شنو باش نعمل باش ندخل لهنا هكا ولا الاي نتاعي اللي هي شكون اللي هي الماجوس نتاع بي اتش دو اي دونك اي مينيسكول او مينيسكول هذه باش نطلعها ماجوسكول ا بي سي دي او اللي هي شكون الكود اسكي نتاعها قداش الأرض نتاعها قد إيه؟ هي 69 هكا ولا لا؟ هذه 69 69 إلا 67 تجيني 5 دونك الـ إي نتاعي توا فيها 5 يجيني لهنا وشكون يقول لي شنو هو المشكل؟ هاي نفس الكونتور قاعد استعمل فيه دونك لهنا يا جماعه في حاله كيما هكي انا تو الاي نتاعي مش انيسياليزيبل اللي هي نتاع البوكل نتاعي جيت لهنا حطيت الاي نتاعي رسوا اورد كذا كذا اللي هي فيها خمسه معناتها الاي نتاعي باش تبدل باش تولي خمس معناتها الكونتور نتاع البوكل نتاعي تتوانت لهنا مشكل ولا مش مشكل هي مشكل Donc l'idée c'est quoi? C'est de changer le contour de la boucle de la boucle. Voilà. 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 Voilà.
l'ancien caractère d'ordre alphabétique P1. Ou l'I au même temps, chasbi nous compte. Oui, oui, oui. Mané, c'est très bon, c'est très bon. Ah, c'est pas de valeur P1 en RAM, donc c'est faux. Donc, maintenant, le cas en P1, اللي هو الكونتور بتاعنا سميناه كا معناتها الكا بتاعي هوني معناتها انا راني نحكي لهنا بي هاش دو كا معناتها وين مره اي لهنا في البي هاش بعد البي هاش نردها كا داكور بريغلينا ايوا ايه دونك اور نجيش نعمل باش ناخذ البي pH de K, différent de l'espace A, différent de point A. Donc, je trouve que l'IMTH, je confirme, majuste un pH de K, il est au 79, l'ordre de K, il est au 79, 79 est à 54, il est à 5. Donc, l'IMTH fait à 5. Donc, comme je trouve que c'est J, JMTH, je confirme, le PMTH, il est à 4, il est à 4, il est à 4, il est à 3 الPMTI اللي هي 3 فوق 5 15 بلس 3 اللي هي 18 18 مود 26 تجيني 18 18 بلس 1 اللي هي 19 دونك الاوردر نتاع 19 اللي هو شكون؟ ما نعرفش انا برا احسب هاي او ا بي سي دي او اف جي اتش اي جي ك ال ام ان او تي كيو ار اس دونك هذايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 الاس دونك الكاركتير البي اتش كريبت نتاعي ما هي البي اتش نتاعي هو الكاركتير باش يكون في البي اتش كريبت شنو باش يكون اس صحيح اس دونك الاو نتاعي هذايا تحولت الاس داكوغ كيفاش تحولت الاس خذينا كا 18 هذيك زدناها 64 وعملنا سي اش ار نتاعها وحطيناها في البي اتش كريبت داكوردو التريتمون هذا اللي عملته انا تو باش يتعاود قداش من مره دونك بي اتش قداش من مره باش يتعاود صحيح لونج بي اتش فور Est-ce que vous avez compris le sujet Bébé? Est-ce que vous avez bien pensé en technique ou de pré-analyse Bébé? Est-ce qu'on a implémenté rapidement Bébé? L'implémentation s'arrête plus rapide que les deux étapes à Zoom. Donc, il nous reste que de faire un TDO, Béana, ou Kurokamana. باك براتيك 2011 واضح شنو باش تحقق هنا في الفيديو بتاعي كيو بي والاي البي كيو والاي والكا والجي هذا ما يكون دي زونتي والبي هاش والبي هاش كليب اللي هي واضح شدو كاركتير ويعطيكم الصح فهمنا ولا ايه